آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. كروب النور وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أهل بيت الكرم وفي المسجد
فاطمة بنت الزهراء بنت وسؤال زينب ورقي وام كلثوم واولاده صلى الله عليه وسلم بشر الحسن والحسين وذريتهما الى يوم القيامه الى يوم القيامه شرح ثم الى ارواح جميع الصحابه والغرب وتبين تبين الارواح جميع اولياء الله مشرق ومغارب اهل بينما اينما كانوا خذوا بالعلوم ابي حميد محمد بن محمد الغزالي وخذوا بالاحوال ابي حسن بن عمش بن خضر الجيلاني سيد محمد بن عبد الكريم السمى الالمان هذا القيوم وخذوا القطب بلا الشيخ محمد اسد بن عبد الله كرم بن ابي وسلم وفروس ثم الى ابوه الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب الملك ثم الى اوود مهاجر احمد بن في المقدم محمد بن ابي سلمة وجميع سلمة مع علي ثم الى ابوه وبكر بن سالم بخروج ثم الى ابوه ثم الى ابوه ثم الى الله عمر بن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن الحبيب عبد الله بن علي حد الشهيد فراتب ثم الى ابوه ثم الى ابوه ثم الى ارواح الشيخ محمد شمر الشيخ محمد شمر عبد المغني وسلم وسلم المولي وسلم 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 والشيخ ابن رجب علي الشيخ الزيني بن عبد الغني البني وسود ثم فرهم ثم الى جميع العلماء الى عام الفقهاء والمحدث والقر والحفص والسالم من تبعهم به سيد لام الدين ثم الى جميع مشايخنا معلم وسني الله الشيخ محمود بن خالد ثم الى الشيخ محمد محمد بن عبد الله الشيخ اسمه ابراهيم الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرشيد بن عبد الحسن ثم الى جميع مشايخنا جعفر صبر ثم الى وخوه السني علي بن الفضل علي بن الله الحبيب مصطفى بن عبد القادر عدرس الحبيب علي بن عبد الله البهاشم ثم الى علي بن عبد الله القدري ثم الى روحية ابا الكرم ثم الى ارواحي جميع والدينا يا الله والديكم وامتنا وامتي واجدادنا واجدادنا واعمامنا واعمامكم وخالتنا واخواننا واخواني جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره وان يعيد علينا والدينا وازواجنا واولادنا وبناتنا وتلاتنا وتلم يجد جماعه الحاضر وحضره يا الله من بركاتهم واسرارهم وعلهم ونفحاتهم وخصوصيتهم بالدين والاخره واجعلنا يا الله من حزب بهم ويرزقنا محبتهم وطفل على ملتهم ويشهد في الزمرة من غير سنة على هدينة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضر النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صلاة الله ربي عليهم وأطلعهم رب اغفر لي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصالق المصدق يا ربي صل على محمد رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد
صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي ترزاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اسمه أحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نور المصطفى. نور المصطفى ملأ الأقوال، حبيبي محمد، محمد خير المرسلين. نور المصطفى، نور المصطفى محمد
شمس الكمال يا نور العالمين حبيبي محمد خير المرسلين Yeah.
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدار القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عذرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت وجودها أكناف الوجود فطرست برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يلاق في علم قدس الواسع تجليا انقضى بانتشار فضله في القريب الشاسع فله الحمد الذي لا تنصر افراده في تعداد ولا يول تكراره بكثره ترداد حيث افرز من عالم الامكان صوره هذا الانسان يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر اسراره في الاكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب وفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من عذرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والذور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا
نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة عيوننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما امره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكى تحياتها وسعيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة ينبسط فيها روحا وصل عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آل وصحبه الذين ارتقوا صلاة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف العصي وده وحبه ما عثر أكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وَلَوْلَا جِئْتُ
Thank you.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب بموطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة طاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الأسر لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأقلام من شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. فادخلني بشفاعة هذا النبي الشافع، وتروحاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تادت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وصونها، حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم وشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البيت النبي يا للصفا خير من عبقهم يظفر بما قلت منا. كل من حبكم يهدى 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 بالشفاعة
المختار في يوم الغيام يورد الحوض بيشكي بالكاس مما صفا دائم الوقت معنا حاطة حبيب القلب والله من شاء سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولا سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولا ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رزق في المدينة يعتقب في مصلى بالحبيب المشفع ليلة القدر والجار علمان في جزيدة ومغلا أدرك 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 علمان في جزيدة ومغلا صلوا على من حبه الله وسمى خطيب الرسول من علمه علمه وأسمى الحمد لله رب العالمين أنت الله ما حكى على من
والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفضح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بعد التكريم وبطل في العالم الكبير ما إلى التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الغفور الرحيم اللهم صل وسلم حين قربى وان وضع هذا الحبيب أعلى السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الرجول تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله فالقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ربه أمة فليسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة العافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره
وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلوات الله عليك
عليك صلوات الله عليك واهدنا لهجى السبيل كي به نسعى ونرشى واغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله حسن الختام يا الله رب فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله أعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله رب فاغفر مختار عنا يا الله بالصلاة والسلام يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله ترجى أشراف الرسل محمد وسلام المستمر كل لحين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا السميع العليم
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. سلم أبو سلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطعام من أمره إذا أراد شيئا يقول له فيكون. سميتك بما سماك الله محمد سبق أشرف بن محمد أفيانطا فترة أريزاندي. سميتك بما سماك الله محمد سبق أشرف بن محمد الفيانطا بطرة أريزاندي. سميتك بما سماك الله محمد سبق أشرف بن محمد الفيانطا بطرة أريزاندي. بارك الله فيك بارك الله فيك وزيد قربك بزينة بما نكره إليك كفر والنصف والغسل وجعلك من عبادك الصالحين وجعلك من عبادك الصالحين وجعلك من عبادك الصالحين بشرنا وبشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم بسر الفاتحة وبأنوار الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه.
ولقد اتصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة أمور الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورضا والرعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاق ليبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأطياء من البرية ومن نسل طيبه تعطرت الطوق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل بوصف الحبيب وجاني وله العلا في مجده ومكاني أوصاف عز قد تعدى مجد وأخذت على نجم السها بعناني وقد نزل القلم في تدوين ما فاته العلم من وقايع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقدام في هذا المقام وأرى السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومن ذلك يعصم الخدم كما يعصم التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرافع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا أمي لأني مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا
إبراهيم سلاما Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca doa untuk durat, kita baca doa selamat dulu untuk yang mulia guru kita yang kita banggakan, Kiai Haji Zafaruddin, yang mana berkenaan dengan hari ulang tahunnya yang ke-25. Ulang tahunnya yang ke-25. Artinya di bawah. Ulang tahunnya yang ke-52 dibalik gitu loh. 25 dari pusat ke bawah, dari pusat ke atas itu 52. Itu maksudnya. Mudah-mudahan insyaallah kita doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lana wa bi khususan li kiyai Haji Zafaruddin wa ahli baiti wa dhurriyyati wa lil hadirin wal hadirat salamatan fi dini wa dunya wal akhirah. Salamatan fi dini wa dunya wal akhirah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا وعليهم سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط. وارزقنا وإياهم النظر إلى وجهك الكريم يا ربنا يا رحيم، النظر إلى وجه نبيك العظيم حبيبك العلي حبيبك العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. واكتب لنا وله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من يومنا هذا إلى يوم القرار، واحفظنا وإياه من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يسلك بخير يا رحمن، بجاه النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وارزق يا الله قلوبنا الاستقامة والقوة والنشاط والجد والاجتهاد يا الله في جميع العبادات والطاعات حتى يحصلوا حتى نحصل جميع الخيرات والبركات والرحمات والفتوحات والإمدادات والمسرات والزيادات بجاه خير البريات وصاحب الآية البينات صاحب المعجزة سيدنا رسول الله وخير خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بسره أسرار الفاتحة بطول العمر والفرح والسرور والبهجة والنور وحسن الحال والبر والصحة والعافية ودوام الصحة والعافية بسر أسرار الفاتحة وإلى حفظة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين، سيدنا ومولانا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك قاسم إمدادك في عبادك، مدد يا الله مدد ويا رسول الله، قاسم إمدادك في عبادك مدد يا الله مدد ويا رسول الله، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم يا من إليه اللهم إن لنا اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل عظة اقترابه من أحبابه، اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا وجميع المسلمين والمسلمات من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعمالنا، وتجعلنا وإياهم في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، وتوجهنا به إليك مستشفعين. يا الله يا الله يا الله يا إله يا رب يا غوث يا مولى يا سند، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل
حقك في الدنيا والآخرة، وتجعلنا وإياهم يا الله ممن نصر هذا الحبيب وواجره، وتجعلنا وإياهم ممن نصر هذا الحبيب وواجره ووالاه وظاهرة، وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المسلمين والمسلمات، واكشف اللهم كربة واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأطار، وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا وإياهم يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب، واجعلنا وجميع المسلمين والمسلمات في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحفظ المكين من الذنوب، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد أحياء وأمواتا، اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحياء وأمواتا، واغفر ذنوبنا وذنوبهم، واستر عيوبنا وعيوبهم، واكشف كروبنا وكروبهم، وسلمنا وإياهم، وارزقنا وإياهم، وسهل جميع أمورنا وأمورهم، واشفي مرضانا ومرضاهم خصوصا الحاضرين والحاضرات، واشفي مرضانا ومرضاهم بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الكافي، بسم الله الوافي، بسم الله المعطي، بسم الله المداوي. اللهم انصر جميع المسلمين والمسلمات نصرا عزيزا نصرا قريبا، وقلت وقولك الحق في كتابك الكريم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقلت في آية أخرى نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، وأصلح ذات بينهم، وحول يا الله أحوالهم إلى أحسن الحال، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بنية طول العمر صحة والعافية والنعمة والبركة وقوة الإيمان والإسلام والتوفيق والهداية والطاعة والعبادة والأنوار الساطعة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة لجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مالنا ولخصوصا لكي هاجي ظفر الدين عيد ميلاده 52 سنة وطول العمر إن شاء الله إلى 150 سنة ربع عمر نبي نوح عليه السلام والقوى والنشاط والجد والجهاد مع تعدد الزوجات الصالحات البارات بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين والله عليهم رضوان آمين. أبو لهب عبد الجليل فعلم انه لا اله الا الله 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 الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله لا اله 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 الا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكرم عظيم أجمعين. الفاتحة للنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم محيطا بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الشر ما خلق من شر الغاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إلى أن من شر وسوس الناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من أولين وصل وسلم على سيدنا محمد من آخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها فأنت خير وارث وسلم فرضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا رسول الله أكبر. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم من ينتسب إليهم. Apa ndak baca sekali mazkurin yang nama-nama udah di sana. Sekarang khususan ya Allah
Idawati bin Haji Sari Jansen belum. Wasumailar Wahi Anwar Nur bin Mat Nur Wahajjah Arsiyah binti Hajar satu Hajjah Maslah binti Hajar satu Wabadariyah Wabadariyah binti Haji Sadari Wasumailar Haji Arsad bin Haji Ismail Haji Sadri bin Haji Abdul Ghani Haji Sa'diyah binti Haji Amin Haji Mas'amah binti Muhammad Wasumailar Faruji Bahur Raji binti Haji Darmaid Zakaria Benjari Sumailar Sumailar Wahi Ali Aslian Sah bin Harun Rashid Wasumailar Wahi وثم إلى أرواح سينار بنتي قمر الدين وثم إلى أرواح نورما بن سياس داري بن أوي وسيتي عيسى بنتي عمر سياس بن عبد الله بن الحسن نور لينسه بن أران Nawiya binti Haji Salman Summa ila Ruh Haji Ari Amri Asari bin Haji Rusdi Zamzam Waji Abdul Syukur bin Haji Ahmad bin Haji Jamaluddin Waji Suasa binti Pacinai Summa ila Ruh Almarhum Jumansah bin Biodi Walamu Bibi Harsiyah binti Muhammad Karsah ثم إلى أرواح حجي لقمان حكيم بن حجي مصطفى وحجي رشيد بن حجي بكري وثم إلى أرواح نيات برتaan masing-masing keluarga wajmiil muslimin wal muslimat ثم إلى أرواح yang ada semua di amplop di amplop insyaallah arbahabaina wa matina wajdatina wajdatina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum وعافهم وعف عنهم اللهم ارحمهم رحمة الأبرار وأسكنهم جنات تجري من تحت الأنهار اللهم اجعل القرآن العظيم مدخلا لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم ونجاة لهم وسلامة لهم وأمانا لهم من النار اللهم اجعل أنوارهم تسعى وتتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل بينهم وبين عذابك وسخطك وقاية وجنة وحماية وعصمة اللهم انقلهم من ضيق القبر والوحود إلى جنتك جنات الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود مع الموفين لك بالعهود يا الله يا الله يا من باب لسؤال رحمته ومغفرته ورضوانه وإحسانه وكل شيء غير مسدود يا من بابه غير مسدود يا من ليس له شبيه ولا مثيل موجود يا من لا يوصف لا بقيام ولا قعود ولا بحركة ولا جمود جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته لا شريك له ولا ند له إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا وأدخلهم جنات مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمة ونبي الرحمة وشافع الأمة وكاشف الأمة وسيد هذه الأمة وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Mudah-mudahan insyaAllah yang hadir, hadirin yang selalu hadir istiqamah majlisnya Guru Haji Zafaruddin dan kita semua maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan insyaAllah muslimin muslimat Allah kabulkan hajatnya di dunia sampai akhirat, terutama hajatnya ziarah makam Rasulullah dan bersalawat di depan makam Rasulullah, bertawaf di hawalil Ka'bah. Mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, Allah atur rezekinya. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil alayna wa alim kulla asir, bijahil bashiril nadir, wasirajil munir. Mudah-mudahan insyaAllah yang susah digembirakan Allah, yang meninggal dunia dirahmati Allah, yang sakit disembuhkan Allah, yang susah sekarang ini ditimpa musibah, al-musabin wal-musabat, yang di mana-mana di Lombok maupun di Palu, Donggala semuanya, muslimin di mana pun berada yang diterima musibah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan sabarnya dan Allah ganti rezekinya lebih bagus daripada yang kena musibah, diberi pahala yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan ditenangkan Allah, disembuhkan penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Saudara-saudara kami, berilah rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah, yang bermanfaat di dunia sampai akhirat, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan kabul hajat, kabul hajat insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan nanalu biha hajj baitika al-haram wa ziyara qabri nabika al-azam alaihi salatu wassalam. Ya Allah ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi balighna nazuruh, ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi balighna nazuruh. Rabbana taqabbal minna di sirri asrar al-fatiha wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-fatiha. Yeah.